أطلق ناشطون من الحراك الشعبي في لبنان مبادرة لدعم صمود سكان القرى الجبلية في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي لوقف انتشار فيروس كورونا عبر حراثة الأراضي الزراعية وزراعتها لتوفير الغذاء لتلك العائلات. يحرث شادي حمزة الأرض هنا في بلدة عين كسور في قضاء علي في جبل لبنان مجانا، رغبة منه في مساندة سكان البلدات الجبلية على زراعة أراضيهم، والهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لاحقا وسد الاحتياجات الغذائية راهنا. 15 شقفة أرض في الحين للعالم، كل واحد يعني حسب ما عنده دوارة صغيرة جنينة حد بيته تحت تالي يستثمرها يقدر يزرعها. نعيم ونزار ووائل شبان من بلدات مختلفة في جبل لبنان يؤازرون شادي في حراثة الأراضي، جميعهم ناشطون في الحراك الشعبي يحرثون الأرض ويزرعونها للمساعدة في توفير الأمن الغذائي المهدد في الأشهر المقبلة في حال استمرار التعبئة العامة في لبنان. نشكر كورونا بهذا الموضوع لسبب واحد، نرجع الناس على بيوتها، تعرف أنه في أرض وفي لازم نحن نرجع للأرض وللجذور ونشوف حالنا وين كنا وين صرنا ونرجع نحن للصح. كنا طلاب جامعات وتخرجنا وعملنا مهندسين، فهذا الشغل شوي بعد عنه، بس بالنهاية الحاجة هي كانت أهم، فرجعنا أكتر للأرض ويعني ما بعرف قداش مبسوطين أكتر يمكن من ما تخرجنا. نحن بلبنان معروف عنا أنه عنا أرض، فينا نرجع لأرضنا، الأرض وفية أكتر من الزعماء اللي حكمونا على مدار سنين وسرقونا، لازم نرجع للأرض لأن الأرض شو منعطيها بتعطينا أكتر وزيادة. مبادرة إنسانية يتخللها توزيع شتول وغرسات زراعية على كل عائلة تحاول جاهدة تصدي للارتفاع الجنوني في أسعار الخضار والفاكهة ناجم عن التراجع المستمر لسعر صرف الليرة أمام الدولار. المبادرة اللي عم يعملوها الشبيبة مبادرة كتير حلوة، جابونا اليوم شوية بندورة شوية فلايفلة كل هالأشياء، نحن ما كتير عنا فكرة كيف ما نتعامل معهم، حتى بهالأشياء هن عم يساعدونا أكثر. العودة إلى الأرض لزراعتها بات هدف لبنانيين كثر عادوا للاعتناء بحقولهم الزراعية توفيراً لأمن غذائي يعتقدون أنه قد يصبح مهدداً في حال استمرار تفشي كورونا. عودة إلى الأرض ستساهم حتماً في تثبيت أهالي الجبال في قراهم فيعتشون مما تدر عليهم أراضيهم من خيرات وملؤهم الأمل في جلاء كابوس وباء كورونا قريباً. جين عفيش، الحرة، بلدة عين كسور، جبل لبنان.